مين ما بياخدش كونجستال؟ اي حد في البيت عندنا كان بيتعب فيقول له خد كونجستال، صيدليه بعتي لي كونجستال، تعدى على الصيدليه تجيبه، ثم نفاجأ بان هذا الدواء ممنوع وتم سحبه هو وعدد من الادويه من السوق المصري. يجب اللي خد او اللي عنده يتخلص من هذا الدواء. في 12 نوع كمان هيتسحبوا من الاسواق الدوائيه لعدم تطابق شروطهم مع الشروط اللي بتقرها هيئه الدواء المصري. ايه الادويه اللي تم سحبها؟ ليه اتسحبت؟ خلونا نفهم من حد مسؤول، الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرف التجاريه. اهلا وسهلا دكتور علي. اهلا، مساء الخير استاذ خير. مساء الخير يا فندم. كل سنه وحضرتك بخير وسعاده يا فندم. صباح السلامة. ليه الهيئة هتسحب أدوية هذه الأيام؟ يعني الكونجستال و12 دواء تانيين، ما هي مبررات السحب؟ وما هي هذه الأدوية اللي حضرتك تقدر تقولها ببساطة للناس عشان تاخد بالها؟ أولاً هو الهيئة دايماً بترصد وبتتابع تحركات الأدوية أثناء من أول استيراد المادة الخام لحد الإنتاج، ثم ما بعد نزولها للأسواق. نعم. أول ما بتنزل الأسواق بتبدأ الهيئة بتاخد عينات عشوائية من الصيدليات من مختلف أنحاء الجمهورية، وبتاخد هذه العينات وبتدخل تحت الرقابة إنها تخش تحاليل، وبيتشاف هل هذه الأدوية بعد ما نزلت في الأجزخانات بنفس الكفاءة ونفس الفعالية ولا في اختلاف. تمام. بأنها لظروف التخزين والنقل وكده. ده إجراء عادي وروتيني يتم اتباعه طبقا لمنظومة الدواء الجيد على مستوى العالم اللي مصر بتطبقها. تمام. فده سحب عادي وروتيني. أيوة. في أثناء التحاليل حاجات عينات عشوائيه بيتم سحبها من المصانع نفسها، من داخل المصانع او من داخل شركات التوزيع. لو تم رصد انه في ادويه غير مطابقه للمواصفات، يعني مثلا في تغيير في زيق يعني شكلي من بره خارجي، يعني خلاص الخواص الطبيعيه بتاعته تغير لونه وتغير ريحه، في مشكله في الذوبان، في مشكله قرص مثلا بيفرول، على حسب النتيجة اللي بتطلع بيتم عمل استدعاء من السوق بمنشور. وعلى فكرة الكلام ده بيتبع في كل دول العالم، حتى في أوروبا وأمريكا حاجة اسمها ريكول، ما بعد ما بتنزل السوق لو تم رصد أي تغييرات أو حاجة مش مطابقة لمواصفات جودة الصناعة فبيتم استدعائها عن طريق ان هو بتنزل منشور للتنبيه للاطباء وللصيادله. نعم. انه في كذا. وعلى فكره مش كل الكونجستال، هو هتلاقيها باتشايه معينه محدده برقم محدد، هذه الباتشايه بس هي اللي فيها مشكله، انما الكونجستال ايه المشكله اللي فيها يا فندم؟ بص حضرتك، هو بتبقى في التحليل بيبقى في مشكله في اثناء التحليل ظهرت ليهم، وبالتالي هيئة الدواء بتقول لك والله طالما في مشكلة في معدل الذوبان مثلا، لا يبقى ده مش مطابق للمواصفات. فهي القصة كلها بسيطة. طب انا اعرفها ازاي في البيت؟ انا ببعت اقول له اديني كونجستال وما بعرفش انا طالب كونجستال شكله ايه، اعرف منين؟ بص حضرتك، المنشور نازل راصد الباتشاية اللي هي فيها مشكلة، فهو الصيادلة هنا المفروض ان هم بيراجعوا المخزون اللي عندهم، وفي تفتيش صيدلي بينزل يديهم المنشور وبيفتش عليهم وبيشوف على الرف الحاجة اللي هي نازلة في المنشور بيتم استبعادها وعمل بها محضر وتتحرز وبتتسحب وبترجع لشركتها علشان يتم اعدامها. الباتشاية هنا بمعنى ايه معلش؟ اللي هي اللي هو الانتاج، اللي هو يعني خط انتاج طلع كميه، خط انتاج طلع كميه. ايوه. الكميه دي بتبقى محدده وبينزل المفتشين على الاجزخانات يوزعوا المنشورات وبيودوا بيبعتوا لنا في الغرف التجاريه وبيبعتوا
للنقابات على اساس يبلغوا الصيادله، بحيث ان هو الصيادله بيستبعده هذه الكميه. نعم. خلاص، وبيتم استدعائها، الموزعين بيسحبوها وموزعين بيودوها على شركاتها وبيتم اعدامها رسمي. اذا احنا ما بنتكلمش على الكونجستال كمنتج دائم، احنا بنتكلم عن التشغيل او المنتج الاخير اللي تم تشغيله بالظبط، انتاجه بالظبط، هي دي. فنتوقف الان لحد ما هيئه الدواء تقول لنا ان الكونجستال اللي موجود في السوق امن. بالظبط، هي تشغيله محدده. نعم. الكونجستال مثلا ممكن يعمل في السنه مثلا 300-400 تشغيله، هي بتبقى تشغيله من ضمن 300-400 تشغيله، وعلى مستوى العالم كله وارد، في امريكا وفي اوروبا يحصل ان الدواء بعد ما ينزل تحصل فيه غير مطابقه ومواصفات فيتم سحبها، وخصوصا ان مصر تابعه للـ WHO.